ومن لطائف ما يذكر أن الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى وهو أحد فقهاء المسجد الحرام ممن أدركه ممن هو في سني ونحوه كان يتعوذ بالله مما يسمى علم الفقه المقارن ويقول إن هذا يفسد الفقه فصار الأمر كما قال من أن هذا الفقه الذي يتعاطى في الدراسات الأكاديمية عادة صار مدخلا تارة لمقارنة الشريعة الإسلامية بالمذاهب المرذولة لأهل الكفر تحت دعوى المقارنة الفقهية وتارة صار يتكلم في الترجيح بين المذاهب المتبوعة من لا يميز الفرق بين العام والمطلق فيذكر كلام الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ثم يقول بعد ذكر أقوالهم قلت وهذا قول باطل ومثل هذا القول الباطل الذي يصدر من بعض الناس في تزييف المذاهب الأربعة شاق على المتقين فإن الذي يخاف الله عز وجل ويراعي أمره وشرعه وينظر إلى حال من سبق يعرف أن هذه المذاهب المتبوعة كان رؤوسها ومن بعدهم من خيار الخلق في صلاح أنفسهم وزكاة أعمالهم وصدق طرائقهم بما يخشى المرء إذا عدل نفسه معهم أنه ظالم لنفسه فجراءته القبيحة على تزييف أقوالهم بقوله باطل مما يدل على ضعف تعظيمه لهؤلاء ومقادرهم في العلم وإذا كان بعض متأخري الفقهاء ممن ينحو إلى إطلاق القول بالاجتهاد لكل أحد يقول إن صوت الجمهور لا يخيف المحققين فإن الصادق يقول إن صوت الجمهور يخيف المتقين لأن هؤلاء الجمهور هم من الفقهاء المعتد بهم علما وديانة فقولهم ليس قول أغبال الخلق ودهماء العامة وإنما قوم أناس عرفوا العلم وبذلوا فيه مهجهم وأنفسهم وقوتهم وقواتهم مع وفور الديانة وسلامة النية فإذا ضاهيت مطالب العلم اليوم مع مطالب من سبق وجدت البون الساسعة فيما بين الفريقين فقد كان طلب العلم للرئاسة أو للمنصب أو للشهادة في من سبق قليلا وأما اليوم فيكاد يكون الأصل في طلبه هو هذه المطالب الدنية فإذا اعتبرت هذا وهذا ونظرت بين الفريقين رأيت البون الشاسعة والمقصود أن العبد ينبغي له أن يتقي الله في معرفة دينه ومما يدخل في تقوى الله عز وجل عنايته بتلقي أحكام الفقه وفق ما يحفظ الدين في أمة المسلمين لا ما يوهنه ويضعفه حتى تنتشر فيهم الأقوال الشاذة والضعيفة التي لا يؤبه بها عند النضال من الفقهاء في من سبق فتصير بدعوى هؤلاء أقوالا معتمدة متبوعة يدين فيها الناس بما يتعبدونه لله سبحانه وتعالى وقد قال رجل للشعبي يا فقيه فقال ويحك وهل رأيت فقيها اليوم وإذا كان هذا الشعبي في زمان التابعين فكيف في زماننا اليوم ومقصده تعظيم اسم الفقه بأن حقيقة الفقه أصلا كمال المعرفة بالله عز وجل والإقبال عليه والصدق معه وما يقترن بذلك من آلة في معرفة أحكامه سبحانه وتعالى.